بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده امتحان من امتحانات كتاب ماي نيو فريند، كتاب التسعين امتحان. طيب، الكتاب ده احنا شغالينه في المحتوى الخاص طبعا، وشغالينه مع الطلبة في السنتر طبعا عشان هيسهل يسمعوا الفيديوهات دي، فتجربة علشان الناس تشوف الكتاب، لأن ناس كتير بتسأل عليه، فحبيت إن أنا أحل منه الامتحان كده علشان الناس تتفرج على أسلوب الكتاب، علشان احنا داخلين على فترة امتحانات أصلا والناس كلها بتحل. فانت خد الامتحان ده كتجربة للكتاب عشان تشوف الكتاب محتوى ايه. طيب، اول سؤال معانا بيقول he always not sure that any cuts. cuts هنا اسم بمعنى جروح، لكن لما اقول لك he cuts food، he cuts food with a knife، كلمة cuts هنا verb بمعنى يقطع، لكن cuts هنا جروح يعني noun. were protected by sterilized dressings. كلمة protected دي محمية، و protect from يعني يحمي من. طيب، المهم بيقول لك ان هو دايما بتأكد من ان الجروح بيتم تعقيمها، يتأكد اسمها make sure. على فكرة ممكن تقول he always makes sure او he is always sure. always always sure. طبعا انت ملاحظ ان احنا استخدمنا الفعل المساعد وبعدين الظرف، لكن في دي استخدمنا الظرف الاول وبعدين الفعل الاساسي. keep trying towards your goal and never give، يعني خليك دايما استمر في المحاولة ناحية هدفك ولا تستسلم. يستسلم اسمها give up. طبعا انت عارف ان جيف اب دي ليها اخوات كتير عندك في المنهج، منهم ييلد، وعندك ييلد 2 طبعا، وعندك كمان سرندر يستسلم، وعندك كمان ضفنا مؤخرا كلمه سبميت. كل الكلمات دي بمعنى يستسلم. طيب، عكسهم تشالنج وديفاي. في الجمله دي لاحظ وانتبه ان كيب بعدها الفعل ضفه اي ان جي. schools may not extra money by renting out their premises، ولكن المدارس ربما ايه نقود زياده عن طريق انها تؤجر المباني بتاعتها. طبعا انت عارف ان مع الماني الفلوس، انت عارف ان اسمها جين ماني، هي جين ماني، وممكن نستخدم مع الماني ميك، ولو قلنا ميك ماني يعني يكسب فلوس، وجين ماني يعني يكسب فلوس. The two countries agreed to work together to strengthen. strengthen دي verb بمعنى يقوي، منها كلمة strong يعني قوي. border اللي هي الحدود، بقول لك ان الدولتين اتفقوا معا ان يعملوا معا يعني لتقوية البوردر. ايه يا ترى؟ safely معناها بأمان، ودي عبارة عن adverb يعني ظرف. occurrence اللي هو تكرار الحدوث، حتى انت عندك مصطلح كده اسمه a common occurrence، يعني معناها ان هو ظاهرة متكررة الحدوث. currency دي العملة، الفلوس يعني. security اللي هو الامن. طيب، وانتبه انك انت في الجملة بتقول ان الدولتين الاثنين اتفقوا ان هم يشتغلوا مع بعض عشان يقووا الامن بين في الحدود. عندك كلمة شكلها اسمها safety، ودي الامان. طيب، الجملة اللي بعد كده في رقم 5 بيقول لك it is not for anyone under 18 to possess fireworks in public places. اي حد تحت 18 سنه انه يمتلك الالعاب الناريه، fireworks العاب ناريه، في البابليك بليسز الاماكن العامه. ده شيء قانوني ولا غير قانوني؟ ده شيء غير قانوني، يبقى الليجال اللي هي رقم دي. الليترت يعني امي، الليجابل يعني غير مقروء او غير واضح للقراءه يعني، وامورتال يعني مدام او دائم او لا يموت كده ابدي يعني. طيب، انت عندك في رقم 6 the town was not by tornado A tornado last night. المدينة ضربت بواسطة الإعصار، ضربت يبقى hit. ممكن نقول hit by an earthquake، hit by a tornado، وهكذا. طيب، كلمة أنت أصلاً لو أنت بتحل وأنت فاهم، أنت عندك أصلاً was where عايزاها لو هنجيب فعل بعدها past participle. طيب، فأنت haven't دي مستبعدة، لأن كلمة أي فعل معناه يحدث ما يجيش مستمر. زي announced the engagement of their daughter، يعني هم أعلنوا خطوبة بنتهم. to announce، announce يعني يعلن، معناها to declare اللي رقم دي يعني يعلن. طيب، رقم 8 a play is shortened by، shortened بنقصرها عن طريق حذف المشاهد. كلمة omission اللي هي الحذف بتساوي كلمة ايه؟ deletion اللي هي رقم دي، وعلى فكرة ممكن نستخدم بدلا منها leaving out برضو معناها حذف. placement يعني وضع، addition اللي هو الإضافة، detection يعني تحديد، من detect يحدد. seeing انت كده استنى، هنطلع بره during لأن during ما بيجيش بعدها ing، وهنطلع as لان as عايزه بعدها جمله كامله من غير ما نكمل القراءه كده. باقي معاك while وباقي معاك on. while دي معناها اثناء، لكن on هتديني معنى بعد. seeing the fire she called the police، هي اتصلت بالبوليس اثناء مشاهده الحريق ولا بعد ما شافت الحريق؟ اكيد بعد. طب ليه ما ناخدش اثناء؟ ده معناها ان هي عماله تتفرج على الحريق تقول الله نار جامده قوي جميله، فانت مش منطق انك تستخدم while. طيب، هو during ما ينفعش بعدها ing خالص؟ لا، during ممكن يجيب بعدها ing في الاحتمال اللي هقول لك عليه ده. انت ممكن تقول لي مثلا في جمله during
sleeping time. sleeping time دي كده معناها ايه بالعربي؟ اثناء وقت النوم. انت اصلا اول كلمه ترجمتها كلمه وقت، واحده تانية ممكن اقول لك برضو during waiting break او time، يعني اثناء وقت الانتظار. برضو ممكن اقول لك during eating break، يعني اثناء راحه تناول الطعام. فترجمت انت بتترجم الكلمه دي الاول، حلو، فعشان كده خدنا during. لكن انت لو قال لك اختار بقى نوع مثلا waiting waiting for عمر، هنا في الحاله دي هنستخدم during ولا while؟ هنا ما ينفعش غير while. while صح، وديورينج في دي كده غلط. ليه؟ لانك انت قلت لي الانتظار، انتظار عمر، فانت اول كلمه ترجمتها كلمه انتظار، يبقى ده الفعل مضاف له اي ان جي. لكن لو لقيت انت كلمه مضاف لها اي ان جي، فعل مضاف له اي ان جي وبعدها اسم، وانت ترجمت الاسم الاول، خد ديورينج وانت قلبك جامد. في 10 بقول لك ماريا نوت بيتر when the doctor came to see her. انا لمحت في الاختيارات كلمه سين من غير ما احل كده السؤال الاول، انا عارف ان كلمه سين دي لا تأتي مجهول ولا تأتي مستمر. طيب weren't seeming ده مستمر ولا هطلع بره؟ wasn't seeming مستمر اطلع بره، hasn't seemed و didn't seem. انت في الجملة دي فيها فكرة وتركاية صغيرة، عندك الرابط اللي في النص when، وما دام انت اي رابط عندك انت متفق على المبدأ ده، اي رابط عندك هنجيب بعده ماضي، فاللي قبله برضه لازم يكون ماضي، اذا انت هتستخدم didn't seem رقم دي. طب امتى ناخد hasn't seemed؟ hasn't seemed دي ناخدها لو الرابط ده سنس، اي رابط في الدنيا جبنا بعده ماضي قبله ماضي، الا سنس الوحيده اللي بتجمع بين ماضي بعدها ومضارع تام قبلها. we not six computer lessons up till now. من غير ما نكمل قراءه الجمله كده انت فاهم التريكه اللي في الموضوع، سجل التريكات دي عشان هتفيدك. six computers يعني معنى كده ان الراجل ذكر لك عدد، والقاعده بتقول ان الجمله مع العدد، مع العدد ممنوع المستمر. الموضوع ده خلصان واحنا متفقين عليه، يعني انت هتنزل على المستمر تقول له اطلع بره، ولو في مستمر تاني برضه هتقول له اطلع بره. عندك مفيش حاجه اسمها وي تيكنج طبعا، في المفروض في قبلها فيرب تو بي، وكانت هتطلع كده كده برضه. هاد تيكن ولا هاف تيكن؟ استنى انت عشان حيرتني، هاف مضارع وهاد ماضي، كمل كده. اب تيل ناو، اب تيل ناو يعني الموضوع كده مضارع، فخلاص هناخد هاف تيكن. طيب اي ميت ا لوت اوف فريندز وايل اي، انا قابلت مجموعه كبيره من الاصدقاء بينما انا، بص معايا كده عشان احنا متفقين على الحته دي وعايزين ناكدها بس عشان يبقى الامور ماشيه كويس. انت عارف ان وايل دي لها شوية تراكيب كده معينة ما بتجيش غير معاها. وايل دي حضرتك ممكن نجيب بعدها جملة، جملة مستمر، يعني I was reading مثلا، أو إنك تستخدم فاعل وبعدين verb to be وبعدين ظرف، وهديك مثال، أو إنك تستخدم فاعل وبعدين لأ من غير فاعل بقى، وايل وبعدين ظرف على طول. ممكن نستخدم وايل والفعل مضاف له ING بس بشرط، زي ما انت فاهم الشرط اكيد قلته لنفسك، ان الفاعلين يكون واحد. اول واحده جمله مستمر زي ما قلنا while I was sleeping، بينما كنت نائما. طب while فاعل verb to be ظرف، انك تقول لي while I was in Cairo، بينما كنت في القاهره. الظرف يعني حرف جر واسم، while وظرف على طول. ممكن اقول لك while in Cairo يعني بينما كنت في القاهره. طب while ing اقول لك while sleeping I felt مثلا pain يعني بينما كنت نائما شعرت بالالم. طيب انت هنا في الجمله قدامك وايل، حلو، المفروض ان احنا نطبق واحده من دول. اي نوت ان كندا، ان كندا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ظرف. يعني انا قدامي ممكن اقول وايل اي ووز ان كندا، وممكن احذف اي ووز واقول لك وايل ان كندا، حلو؟ فانا قدامي اي عايز ووز. طب يا مستر ما ينفعش ناخد هاف بين، هقول لك ما دام ده رابط جبت لي قبله ماضي فحضرتك لازم تاخد بعده ماضي الا لو كان الرابط سنس. طيب ما فيش حاجه اسمها اي وير، فاطلعي بره يا وير. طب ليه مش ووز بينج؟ ما نستخدمش ووز بينج دي ابدا، لان الفيرب تو بي لا ياتي مستمر. بس استنى، في ملحوظه هنا عايزك تعرفها عشان ما تكونش منخدع. الفيرب تو بي لا ياتي مستمر، والموضوع ده خلصان ومتفق عليه. اكتبها لك بالعربي كده، البي لا تاتي مستمر، يعني ما ينفعش اقول لك مثلا شي ووز بينج مثلا ات سكول، ات سكول كده غلط. ليه؟ عشان انت عارف ان اصلا ما ينفعش نستخدم الفيرب تو بي اللي هو ام واز ار ووز ويل يعني في المستمر. طيب امال الفكره اللي عايز اقول لك عليها بقى الجديده، او اللي انت اكيد عارفها بس عايز افرشها لك، ممكن اقول لك سوها از بينج بولايت، بولايت زير از سمثينج سمثينج سترينج. انت عارف ده معناه ايه؟ ان انت بتقول لي سوها شكلها كده مؤدبه، في حاجه غلط. لا لا، في حاجه غلط. از بينج دي معناها عامله او عامل نفسه مؤدب. انت اخوك الصغير، والمثال ده بحب اضربه دايما في الحته دي، اخوك الصغير خاربها يعني في قمه الشقاء، عندكم ضيوف فهو قاعد ساكت، فانت عايز تقول
هو عامل لي فيها هادي، فاقول لك he is being calm. يعني ايه is being calm؟ يعني هو عامل فيها مؤدب، ده رقم واحد. فعايز تفهم كده ان is being دي ممكن نستخدمها نجيب بعدها صفة، بس هيكون معناها عامل نفسه حاجة معينة، مش دايما كده، ده هو النهاردة بس او في الموقف ده بس. 13، شريف has lived in London. شريف has lived in London ده مضارع تام. his childhood طفولته دي اسم. انت عارف ان since ممكن نجيب بعدها الفعل المضاف له ing، تيجي اقول لك على كل حالات since كده عشان احنا بنراجع، فالموضوع يبقى كده مثمر وذات قيمة. بص يا فندم، ايوه تعرف كده ان since دي ممكن نجيب بعدها the lost ونجيب بعد كده اسم، ممكن نجيب بعدها lost، مفيش حالة غير كده لسنس. انا هحكي لك كل اللي علاقة بسنس فركز معايا، واجيب بعد lost ظرف، ممكن كمان نجيب بعد سنس الفعل المضاف له ing، ممكن كمان نجيب بعد سنس الاسم، ممكن سنس دي نستخدمها بمعنى لان في الحالة دي هتساوي as وهتساوي because، مفيش حاجة غير كده لها علاقة بسنس. تمام. طيب ملحوظة الأخيرة كمان عشان يبقى احنا شملنا سنس بكل ما فيها، ان كلمة سنس لو هنجيب قبلها زمن هيكون مضارع تام او هيكون اتس، ونجيب بقى ايه مدة زمنية، او انك كده كده هتجيب بعدها ماضي بسيط وما ينفعش غير ماضي بسيط. طيب الملحوظة بقى دي عايز افسرها لك، اتس دي زي ما اتفقنا ممكن تكون از او ممكن تكون هاز بين. اقول لك ات از او ات هاز بين 7 دايز سينس وي لاست ميت، او احمد هاز ليفد ان كايرو سينس هي ليفت لندن. سينس اللي معناها بيكوز، احمد كانت بلاي وذ اس سينس هي بروك هيز ليج، يعني او هي هاز بروكن هيز ليج، مش هيعرف يلعب لانه كسر رجله. سينس واسم، اقول لك سينس ماي تشايلد هود منذ طفولتي. طيب سينس اي ان جي، اقول لك سينس بيينج ماني منذ دفع المال، سينس لاست ويك، سينس ذا لاست ميتنج، ذا لاست ماتش، اي حاجه من دي. طب انت هنا في الجمله جايب مين فيهم يا عم الحاج؟ هنشوف. بقول لك هنا هيز تشايلد هود اسم، يبقى انت عايز سينس. طيب اجودي كده كده انت عارفها بره لانك انت بتستخدمهاش غير في مصطلح زي مثلا 3 days ago 5 days ago وهكذا. طيب his son left for the states in the early 19s، ابنه راح بريطانيا يعني من اوائل التسعينات. he not back since his departure، يقول لك الواد راح بريطانيا ولم يعد منذ مغادرته. طيب انت هنا في الجمله دي قلت لي his son ايه left، حلو، والناحية التانية قلت لي ايه؟ سينس. حلو الكلام مستر، مش انت قلت لي ان سينس بيجي قبلها مضارع تام الطبيعي؟ مضارع تام الطبيعي، احنا مش ماشيين بالطبيعي، احنا ماشيين بالترجمة وفهمنا للجملة. الراجل بيقول لك ان ابنه راح الولايات المتحدة الامريكية من ايام من التسعينات وهو لم يعد منذ مغادرته حتى الان، يعني موضوع كده مضارع، فعشان كده هناخد hasn't been back، يعني مضارع تام هاف وهاز والتصريف الثالث، فاخدنا هاز انت بين. هتقول لي مستر مش هاز انت بين دي مجهول، هقول لك لا، عايزك تركز كده الله يبارك لك، ان هاز بين وهاز بين او بين يعني والباست بارتيسيبل دي كده مجهول لو بعدها باست بارتيسيبل، لو بعدها اي حاجه غير الباست بارتيسيبل فحضرتك دي معلوم، يعني هاز بين ساد، هاز بين ان كايرو، هاز بين اي حاجه، فده معلوم. طيب الجمله اللي بعد كده which sentence، ايه الجملة؟ هنجيب بقى لون مختلف عشان هنستخدمه هنا. Which sentence would work as work well as a topic sentence for an essay about traveling abroad؟ انت عايز تكتب موضوع عن traveling abroad، ايه من دول ينفع نستخدمها topic sentence؟ يعني topic sentence انت عارف ان اي اصلا paragraph بيبدأ بtopic sentence، وبعد topic sentence بنكتب supporting sentences، وبعدين في الاخر خالص بنكتب conclusion. يعني topic sentence ده اول جملة هنكتبها، هل ينفع وانت لسه بادئ تقول لي سلام عليكم ويقول لي تقول لي ان شورت؟ يبقى دي بره. طيب these people include ambassadors، الناس دول بيكون من بينهم السفراء والدبلوماسيين، هم مين الناس دول اصلا؟ انت لسه بادئ الكلام المفروض تعرفني عليهم. طيب traveling is a means of communication globalization، يعني السفر ده وسيله للعولمه والتواصل والتفاعل بين الدول. اه دي تنفع بس هنفكر فيها ونسيب اللي بعدها الاول. بعض الطلاب بيسافروا خارج البلاد عشان يدرسوا، يبقى انت كده الجمله الادق في ده كله رقم سي، بمعنى انك بتقول لي السفر هو وسيله من وسائل التواصل مش عارف ايه كده، فبعض الطلاب، يعني دي تنفع سبورتنج سنتنس، يبقى احنا كده خدنا الاولى. عايز تركز توبيك سنتنس، يعني الجمله اللي ينفع نحطها في اول مقال. وات ار ذا ميدل باراجرافز، الميدل باراجرافز دول يا مستر انا ليهم اسمين عندي، ممكن اسميهم بودي
وممكن اسميهم بالك، واحده من الاثنين دول يا باشا. فانت عندك بودي، شكرا اتفضل خدها. ايه من دول is correctly punctuated، يعني مين في دول معمول لها ترقيم سليم؟ I'm going now، he said fastening her، she said fastening her coat، يعني ايه؟ بيقول لك انا مغادره الان، انا ماشي دلوقتي، تمام؟ she said، هي قالت، وبعدين fastening her coat. عايز اشرح لك دي الاول كده على السبوره الجامده اللي احنا بنشرح عليها دايما. انا رتمي سريع بطيء النهارده، وده شيء مش مألوف انا عارف، بس يعني خد مني شويه كده عشان مرهق. بص يا باشا، ممكن اقول لك انا ساشتري طعام، حلو؟ هو قال مشيرا الى السوبر ماركت. فتروح انت قايل بقى، تعمل كده الفتحه، تفتح الاقواس وتقول اي ويل او اي ام، ايا كان، يعني اي ام باينج فود، انا ساشتري طعام، حلو؟ دي الجمله الراجل قالها لك. طبعا خلينا نقول ناو عشان تبقى فيها ناو زي الجمله اللي فاتت، اي ام باينج فود ناو. وبعدين انت هتقفل الاقواس الطبيعي وتعمل كما طبعا هنا، وتقول هي سيد او شي سيد، ايا كان، شي سيد. الجمله كده خلصت. طب انا لو عايز اضيف بقى حال للجمله، يعني انت بتقول لي انا ساشتري طعام، قالت وهي مشيره الى، اللي هي حال، فتروح انت عامل كمان كما كده وتكتب ريفيرنج اور بوينتنج ات ذا سوبر ماركت، ذا سوبر ماركت، وما تنساش في الاخر تحط لي نقطه. يعني الخلاصه انك انت بتكتب الجمله الاصليه عادي جدا، وتعمل الكوما الطبيعي اللي بنعملها، وبعدين تقفل الاقواس وتكتب شي سيد، انت خلصت. طب لو انت عايز تضيف حال، فتروح عامل الكوما وتكتب الجمله. تعال نشوف الكلام ده كده هنا. انا اي ام كومينج ناو شي سيد فاستنينج، انت عارف لو سيبناها كده هتبقى معناها هي قالت رابطه، يعني هي اللي قالت رابطه دي، فالموضوع كده بره. طيب اي ام جوينج ناو، عملنا الكوما هنا شي سيد، وعملنا الكوما اللي عشان نعمل جمله الحال، يبقى كده رقم بي دي صح. طب دي بيقول لك اي ام جوينج ناو، المفروض ان الكوما هنا مش معموله، يبقى دي بره. طيب الجمله اللي بعد كده رقم دي اصلا من اولها كده بره، لان دي عامل اي سمول وده غلط. طيب الجمله اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده بقى القطعه. القطعه دي مش سهله ومش لطيفه، ولكن حاجه حلوه، وده شيء بحترمه اني اعودك على انك تحل اسئله صعبه مش تقليديه ومش سهله ومش عاديه. هنقراها واحده بواحده. The Canadian Museum of History، المتحف الكندي التاريخي، will host، سيستضيف spectacular exhibition، يعني هيستضيف معرضا مميزا او فريدا، يعني Queens of Egypt اللي هو ملكات مصر، which is tailored made to showcase ancient Egyptian queens who wield power and influence in ancient Egypt. ان كده استنتجت ان المعرض ده هيستضيف هيكون اسمه يعني ملكات مصر. ده عملوه علشان شو، يعني يعرض، فمن اسمها كده شو كيس، يعني استعراض الملكات المصريه القديمه اللي كانوا ايه باور، اكيد اللي كان اللي يمتلكوا السلطه او مارسوا السلطه اند انفلونس، والتاثير على مصر قديما. المعرض ده ويل بي بريزنت، هيتم تقديمه بدايه من مايو، يوم 19 مايو لحد يوم 29 اغسطس في الكنديان ميوزيوم، في المتحف التاريخي الكندي كوينز اوف ايجيبت. اسم المتحف كده او اسم المعرض هيكون كده. will contain more than 300 iconic objects، هيكون في اكتر من 300 شيء ايكونيك، يعني مهم او بارز، ايقونه يعني، فنخمنها كده بارز او ملحوظ او مهم، including queen nefertiti's burial chamber، بما فيهم صاله الدفن بتاعه نفرتيتي. the burial chamber of this queen is one of the most beautiful known tombs، واحد من اهم المقابر المعروفه في مصر القديمه. المهرجان ده او العرض ده will be impressive multi-sensory experience، هيكون تجربة يعني فريدة بتشد الضوء على أهمية الجيش والسياسة والدبلوماتيك and دور أهمية الدور السياسي والديني والدبلوماسي of seven legendary female figures، لسبع شخصيات نسائية يعني في المملكة الجديدة including Nefertiti and Nefertari، يعني بما فيهم Nefertiti ونيفرتاري. كل ده كلام سهل لحد دلوقتي. The exhibition art will feature outstanding pieces from، يعني هيعرض قطع مميزة from the museum، معرفش ايه كده، of Torni، المهم ده كلام ايطالي يعني بيقول لك، which houses the largest collection of Egypt. house يعني منزل، لكن هنا كفعل بمعنى الذي يحوي مثلا اكبر مجموعة للانتيكات المصرية خارج مصر، and the museum of Egyptian antiquities، وخصوصا المتحف المصري الخاص بالتحف المصرية. كايرو هوم تو ذا وورلدز لارجست كولكشن اوف انشنت ايجيبشن ارتفاكتس، المتحف اللي هو فيه اكبر قدر كبير من الاثار المصرية والاعمال المصرية. من بين الاشياء اللي من القاهرة برزنتد فور ذا فيرست تايم، هيتم تقديمها لاول مرة في امريكا،
الزوار ويل كم، الزوار هييجوا عشان يبصوا فيس تو فيس، يعني ان immense ستيتشو ريبريزنتنج، هيبصوا على تماثيل حتشبسوت والاشياء اللي بتمثلها. واحد من النساء، واحده من النساء القليلات اللي في العهد ده اللي كان عندهم، اللي اصبحت فرعونيه، اصبحت فرعونه يعني. الكوين اوف ايجيبت ويل اوفر ان unforgettable glimpse into one history's most important civilization from the perspective of women. بيقول لك ان المعرض ده هيقدم لمحه غير، يعني glimpse دي معناها لمحه، و unforgettable لا تنسى، هيقدم شيء لا ينسى. لو انت مش عارف تترجم دي مش هتاثر معاك، للتاريخ، خصوصا تاريخ واحده من اكثر النساء المصريات، او من منظور النساء المصريات قديما، سيد جين مارك. المهم ده المدير بتاع البرنامج ده او المؤتمر العرض ده. The history exhibition، المعرض ده، experiences will be enhanced with an era dedicated to interactive multiple events as well as exclusive exhibition of contemporary works. هيجمع بين الاعمال الحديثه والقديمه by female Egyptian artists، هيقدم فيه النساء المصريات الفنانات يعني، developed in collaboration with the embassy of Egypt. هيتم تطوير ده كله كده بالتعاون مع السفاره المصريه. كل ده كلام بسيط. اول سؤال، the main idea of the passage is، الفكره الاساسيه للقطعه دي هي، تعال نشوف واحده بواحده. ancient Egyptian queens at the Canadian، الملكات المصريه في المعرض الكندي للتاريخ، دي حلوه بس مش هنختار غير لما نشوف. حتشبسوت اول امراه فرعونيه في تاريخ مصر، هو الموضوع بيحكي عن حتشبسوت بس، ده ما جابش سيرتها غير مره واحده. غلط. female Egyptian artists، الفنانات المصريات في السفاره المصريه في كندا، برضو ده غلط لانه ما جابش سيرتهم غير مره واحده، قال لك ان الفنانات المصريات هيعرضوا. شكرا. Queens of Egypt on their first travel to North America، ملكات مصر اول مره يسافروا امريكا، ما جابش سيره ملكات حقيقيه، ده هو قال لك ان عروض بتمثل الملكات، يبقى كده رقم ايه اللي تنفع. كلمه houses يعني منازل، او معناها تقطن يعني، في الباراجراف الثالث قلنا معناها ايه؟ keeps something، انها يعني تبقي شيء، ديليت يحذف، وكاري يحمل، وبرفورم يعني يمثل او يؤدي، فطبعا اكيد كيب. لما تقول لي this place houses me يعني يبقيني او يعني يحويني، يبقى keeps كان ممكن include او contain. the best summary، افضل ملخص لاخر باراجراف، اخر باراجراف اللي هو ايه؟ الحته دي اللي بيقول لك ان المعرض ده هيكون معزز يعني، وينهانسد، هيتم تعزيزه with an area dedicated تو انتراكتيف، هيكون تعديل، هيتم تعزيزه بمنطقه هيعملوها عشان يحصل في تفاعل بين المعروضات المصريه وبين اللي هيقدموه الفنانات المصريين حديثا. تعال نشوف كده واحده بواحده. اول واحده، ذا رول اوف ذا امباسي اوف ايجيبت، دور السفاره المصريه، ولا كونتمبرري وركس ان امباسي، اعمال معاصره هيتم عرضها، دي موجوده. ديفلوبينج ذا ايجيبشن، تطوير السفاره، ما قاليش كده. تاريخ ذا هيستوري اكسبشن ان ذا امباسي اوف ايجيبت، في سفاره يعني المعرض اللي هيكون في سفاره مصر، لا طبعا ده هو قال لك التعاون بين سفاره مصر وبين معرفش اسمها ايه دي، كندا، عشان يعملوا معرض. يبقى رقم بي دي معانا، احنا استبعدنا رقم سي ودي. طب رقم ايه؟ دور السفاره المصريه، ما حكالكش ان السفاره المصريه هتذلل الصعوبات وتعمل، ما قالش كده، يبقى كده الاجابه رقم بي. ذا كندي ميوزيوم كولد ذا اكسبيشن كوينز اوف ايجيبت تو شو، هم سموا المعرض ده او العرض ده ملكات مصر، تو شو عشان يبينوا تاثير المراه في مصر القديمه، ولا اسماء الملكات، ولا التاريخ القديم، ولا ايجيبت ووز رولد، ان مصر كان بيحكمها بس نساء. يا حبيبي لا، يا طبعا كان بيحكمها رجاله برضو، يبقى تاثير النساء في الانشنت ايجيبت. انت جبتها منين ده يا مستر؟ طبعا عشان السؤال ده نشاك في اجاباته كده لانها كل شكل بعضها. بص الراجل قال لك ايه هنا، قال لك ايه، كوينز هو ويلد باور اند انفلوينس، اللي كانوا بيمسكوا السلطه والسلطه والتاثير على مصر. السؤال 22، ذا جريت كير، الرعايه البالغه اللي المعرض ده بيقدمها، هاز ان ذا كنديان، بتثبت ايه بقى الرعايه دي؟ ذا سترونج ريليشن شيب بتوين ايجيبت اند كندا، العلاقات القويه بين مصر وبين كندا، طبعا، ولا التوتر بين البلدين، ولا التاثير السيء، ما فيش حاجه سيئه، ولا التوتر، لا ما فيش توتر، يبقى رقم ايه؟ سمثينج، الحاجه اللي بتكون ايكونيك، ده معناها ان هي ديسجاستنج يعني مقززه، ولا ريجريتابل يعني مؤسفه، ولا دينايبل يعني منكره، ولا ادمايربل يعني شيء معجب بيعجب به، اكيد ادمايربل. السكسس، نجاح المهرجان ده، مي ربما انكارج ذا جفرنمنت تو جيف ديو كير تو اكسبشن، هتشجع الحكومه انها تولي اهتماما بالمعارض، ولا بريفنت اس فروم هافينج، يعني تمنعنا من ان احنا نعمل اي احداث تاريخيه،
ولا invite other countries to hold، انها تدعو الدول الاخرى لعمل معارض، يبقى كده رقم اي وسي هنشك فيهم. show how unfavorable image، ويعني تبين للناس احنا عندنا صوره مش كويسه. طبعا غلط، انت كده شكيت في اتنين، الاولى اللي هي بتشجع الحكومه انها تعطي اهتماما للمعارض، ولا تدعو دول اخرى. انا شاك في اتنين انا شخصيا، ولكن عايز تركز كده ان المعرض ده معمول بره مصر، فلو انت قلت لي انها تشجع الحكومه انها تعمل او تعطي رعايه كامله للمعارض، ده معناه ان في اصلا معرض في مصر وما كانش في مصر، ده بيدعو الدول الاخرى انها تعقد يعني مؤتمرات او مهرجانات نفس الموضوع، يبقى رقم سي الاكثر اولى. holding عقد المؤتمرات دي او المعارض دي for our monuments abroad، will عقد الحاجات دي بره مصر سوف يشجع السياح انهم يزوروا مصر، او طبعا دي حاجه حلوه نفكر فيها. تضر مصر؟ لا. تدمر برضو؟ لا. increase the cost، زود تكلفه المعيشه في مصر؟ لا. يبقى رقم ايه اللي صح؟ القطعه الثانيه، in a small village، في قريه صغيره، where there lived a little girl whose، في قريه صغيره there lived عاشت فتاة صغيرة whose name was Sophia، اسمها صوفيا. her uncle gave her a few of pennies، عمها أعطاها بني لعملة. to share with her twin brother John، عشان تشاركها مع أخوها التوأم اسمه جون. in their fifth birthday، في عيد ميلادهم رقم خمسة. she looked at the penny the pieces and said، بصت على إيديها كده في العملة وقالت what shall we do with them، هنعمل إيه بيهم يا أمي. you mustn't spend them foolishly، ما تصرفوش الفلوس بحماقة، الأم قالت لهم كده. The twins ran into the street، العيال خدوا بعضهم وجروا على الشارع. they wondered what they should buy، بيستغربوا نشتري ايه يا جدعان. should they all buy a candy، buy candy، يشتروا حلاوة. they hardly knew how it tasted، هم بالكاد يعرفون طعمها. should they buy a toy if they had been the only children in the family، things might have been different، لو هم كانوا الطفلين الوحيدين في الأسرة فكانت الأمور هتبقى مختلفة عن كده. but there were three boys older than them، يعني كده هم خمسة، and two little younger sisters، يعني خمسة واثنين سبعة، يعني كده أفراد الأسرة سبعة. they hadn't gone far، ما كانوش راحوا بعيد. when they met a larger boy who was blowing a flute، قابلوا عيل كده أكبر منهم ضخم الحجم كان بينفخ فيه فلوت. I wish I had the flute، الواد جون قال أنا يا ريتني معايا الفلوت. the big boy looked at them and blew it again، الواد بص عليهم وبدأ يعاند فيهم وينفخ تاني في الفلوت اللي معاه. Oh what a pretty sound it made، صوفيا قالت يا له من صوت جميل. showed the money to the boy، ورد الفلوس للواد. you may have them if you will give me or give us a flute، وقالت له هتاخد الفلوس دي لو انت اديتنا الفلوت. all of them، الواد قال لهم كل الفلوس. the boy asked it. she looked at her brother and nodded، بصت لاخوها كده وبعدين وافقت. well it's a deal، خلاص اتفقنا، said the boy. and he gave the flute to the boy and took the pennies، ادى سلم الفلوت للولد اللي هو جون ده وخد الفلوس وخلع. little john was very happy، they ran home quickly، خدوا الفلوت وجريوا على البيت. you have paid a dear piece for this thing، انت دفعت الفلوس اللي معاك كلها لهذا الشيء التافه. you might have bought half a dozen of such flutes with the money، فانتوا كان ممكن تشتروا نص دستة بالفلوس اللي جت معاكم. said the mother. the twins saw what a mistake they had made، العيال ادركوا ان هم ارتكبوا خطأ جسيم. the flute didn't please John anymore، والفلوت ما بقاش بيبسط جون اصلا. he threw it upon the floor and began to cry، رمى على الارض وبدأ يعيط. never mind، الام قالت لهم ما تخافوش يا شباب. you are only very little and you will learn a great deal as you grow bigger، انتوا لسه صغيرين وهتعلموا دروس اكتر من كده وهيتعلم عليكم اكتر من كده في المستقبل. مش عارف ايه لازم القطعه دي بصراحه. Central idea of the passage can be، الفكرة الأساسية ممكن تكون the older you grow the wiser you will be، كل ما تكبر كل ما تكون أكثر حكمة، هو قال كده بدليل إن العيال كانوا صغيرين فالواد ضحك عليهم. طب التانية the more people you meet the more money you will get، كل ما تقابل ناس أكتر تاخد فلوس أكتر، ما قالش كده. the more money you get، كل ما تبقى معاك فلوس أكتر كل ما الأشياء اللي تمتلكها اللي هتشتريها تكون أقل، لا الفلوس كتير تشتري كتير. the more little، كل ما يكون عندك أقارب كتير كل ما تاخد فلوس أكتر، لا ده بالعكس، ده هو قال لك الواد ده العيال دول لو كانوا هم بس لوحدهم كان الوضع مختلف، لكن هم سبعة. how were the twins deceived by the boy، ازاي العيال دول اتخدعوا بالولد. the boy sold them his flute for more than it deserved، الولد باع لهم الفلوت بفلوس اكتر مما تستحق فعلا. طب بص على رقم بي، they decided to buy a flute to their mother، اشتروا فلوت لمامتهم، لا ده لنفسهم. they had to buy a flute to play with brothers، كان لازم يشتروا، ما هم اشتروا فعلا او اضطروا ان هم يشتروا عشان اخوهم، لا ما اشتروش لاخوهم، هم اشتروا لانه عجبهم. the mother gave them money to buy a flute، الأم ادتهم فلوس عشان يشتروا فلوت، لا ما حصلش، ده أمهم زجرتهم عشان يشتروا فلوت. أو
What a pretty sound it made. ده this is not sentence. يا له من صوت جميل. الجملة دي بتعبر عن الاكسكلاميشن، يبقى اكسكلاماتوري جملة تعجبية. حتى عندك الاكسكلاميشن مارك اهي. After Jones' experience of buying the flute, he might learn to. بعد التعلمة دي لما اتعلم عليه يعني مش اتعلم، هو ربما ان هو تكون اتعلم value things. value ان يقيم الاشياء، ولا يبطل بكاء، ولا اسال بابا ياخد فلوس منه، ولا يضيع فلوسه، لان هو يقيم الاشياء، لان الفلوت اللي هم اشتروه طلع غالي. Although the mother advised her children to spend money wisely. برغم ان الام نصحت العيال ان هم يصرفوا فلوسهم بحكمه. She didn't get not when they did. didn't. بقول لك هي لم تحصل على ايه عندما زي didn't، هم ما عملوش كده. الام قالت لهم اصرفوا الفلوس بحكمه، بس هم ما عملوش. هي بقى ما كانتش ايه لما عملوا كده، لما كانتش غاضبه ابسط، ما كانتش منزعجه، قالت لهم هتعلموا اكتر من كده ان شاء الله الايام الجايه. غير كده اصلا الثلاث اختيارات التانيين ايجابيين بنفس المعنى. وفقا للقطع، the big boy took the advantage on the children and. وفقا للقطع، الواد خد فرصته على العيال دول. و took all their money، خد فلوسهم كلها. اه فعلا هو اداهم الفلوت فور فري ببلاش، لا لعب على بلايد ذا فلوت، بدأ يعزف تاني. و tried to sell the flute، حاول ان هو يبيع. لا هو بيقول لك وفقا للقطع، الواد الكبير خد الفرصة اللي عنده ان هو يبيع لهم ياخد كل الفلوس. they hardly knew how it tasted، يعني هم بالكاد كانوا يعرفون طعمها. ده معناها ان التوينز lived in poverty، عايشين في فقر. ما بقول لك هم قلما كانوا يتذوقونها، يعني ما كانوش اصلا باكلوا منها، يبقى كانوا عايشين في فقر فعلا. جون هاد نوت سيسترز، عنده كام اخت؟ الراجل قال لك في الجمله عنده جون والبنت اللي كانت ماشيه معاه، وعندهم بنتين كمان. جون ده الولد، يعني كده هم ثلاثه، يبقى جون اند هاد ثري سيسترز، البنت اللي كانت ماشيه معاه والبنتين التانيين. طيب الجمله الترجمه بقى، أول واحدة بيقول لك an atom is the smallest unit of an element that retains the properties of the element. الجزء الذرة هي أصغر وحدة of the is the smallest unit، هي أصغر وحدة of the an element في العنصر that retains، التي تحتفظ the properties خصائص العنصر أو المكون. الجزيء طبعا ما قالش الجزيء، هو قال لك هنا في الجملة الأتوم الذرة، فأنت اللي فيها الجزيء دي طلعها بره ودي طلعها بره. طيب الذرة هي أصغر وحدة في العنصر تحتفظ بخصائص هذا العنصر، دي رقم بيه صح، بخصوصيات، خصوصيات دي اللي هي برايفسي يعني، يبقى أنت كده الإجابة صح رقم بيه. الجملة اللي بعد كده رقم 2 35، the problem of housing forces many young people to remain unmarried. مشكلة الإسكان بتجبر الكثير من الشباب إن هم يظلوا unmarried، يعني غير متزوجين. طب مشكلة الإسكان الجبرية، مفيش حاجة اسمها مشكلة، ما قالش كده في الجملة، قال لك مشكلة الإسكان تجبر مشكلة الإسكان الكثير من الشباب على أن يظلوا بلا زواج، دي مظبوطة. قوة الإسكان ما قالش كده، تجبر الإسكان مشكلة، يعني إيه تجبر الإسكان مشكلة؟ الجملة دي عايزة ترتيب، يعني كده باظت. الترجمة العربي الإنجليزي، يمنح التراث كل شعب هويته أو هويته التي تميزه عن غيره من الشعوب، كما يمنحها قيمتها الاجتماعية والفنية والعلمية والتربوية. الراجل قال لك في الجملة هنا التراث، التراث اللي هو هيريتج. طيب كلمة انهيرت يعني يرث، ده فيرب طلعها بره، ودي كمان فعل طلعها بره. هيريتج وهيريتج، gives each people its identity that extinguishes it. لا extinguish دي اللي هو الطفايه وكده بتاعت الحريق، يبقى دي باظت. اذا الاجابه كده رقم دي اللي صح. انت بتدور في الجمله على حاجه واحده بس غلط، بوظت الجمله، شكرا الجمله طلعت بره. الجمعيات الخيريه هي مؤسسه تعتمد في المقام الاول على التبرعات من الميسورين والمتطوعين، وتهدف لتوفير كافه انواع المساعدات. اول واحده، A charitable association is an institution that depends mainly on donations from the affluent المقتدر and volunteers اللي هو المتطوع and aims to provide all kinds of aid. لحد دلوقتي صح. طب charitable accommodation دي إقامة، باظت الجملة. A charity، الشاريتي هي الشاريتي organization، يعني الكلمة دي صح. is an institution that depends primarily، لأ هو قال لك تعتمد بشكل أساسي on connotations، لأ المفروض تعتمد على التبرعات اللي هي donations. A charity is an institution that depends primarily، المفروض ان احنا عايزين ظرف اصلا، يعني كده المفروض تبقى primarily او mainly. يبقى كده الجملة دي باظت ودي باظت ودي باظت، يبقى كده رقم ايه اللي طلعت صح. ادخل بعد كده على اول سؤال، How did Bib feel when he stole the food and the file؟ بيب كان بيشعر بايه لما سرق الطعام والمبرد؟ Did he do anything to relieve himself؟ Why why not؟ How did Bib feel؟ نكتب اجابة بسهولة جدا، He felt guilty، كان يشعر بالإيه؟ بالذنب. Did he do anything؟ No. He tried أو he was about، كان على وشك to tell Mr. Joe
But finally he decided not to lose him as a friend. إن هو ما يضيعوش كصديق. What is your impression of the man that Bib meets in the graveyard؟ انطباعك عن الراجل ده؟ Clarify your answer. My first impression about him is that he is a convict. Convict. طب why؟ Because a cruel convict. يعني سجين قاسي قاسي. طب ليه؟ Because he dealt with Bib in a very violent way. لأنه تعامل مع Bib بطريقة عنيفة. فخلص الموضوع والامتحان خلص. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أكد على ملحوظة بس قبل ما أمشي. الامتحان ده أنا حليته علشان الناس تشوف أسئلة أو نوعية أسئلة الكتاب. يعني ما حضرتك انا ما بحبش بقى ما بحلوش على القناه، يعني انا بحل الكتاب ده الامتحان ده على سبيل تجريب الامتحان، فبرضه هعمل منه امتحان تاني اكيد كتير، ولكن الكتاب ده انا حليت الامتحان ده منه علشان تجربوا الكتاب، لان ناس كتير بتقول عايزين نشوف الكتاب، فحضرتك شوف الكتاب واملى عينك منه.